السلام عليكم، نرحب بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة ومتميزة من برنامجكم فروسية البحرين. ضيف حلقتنا لهذا اليوم هو الفارس المتألق بإنجازاته سواء في سباقات القدرة أو السرعة أو قفز الحواجز والعلاج. ضيف حلقتنا لهذا اليوم هو الفارس الخلوق خالد هلال. مرحب فيك. مرحبا. Post the standard, it's 56.96 seconds the time. Bahrain are out in front. طبعا استاذ خالد، وايد كنت اسمع عنك في مجال الفروسيه، واللي شرف اني استضيفك اليوم. شكرا. استاذ، شلون نشا عندك حب الخيل ومتى بديت في اول الفروسيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والله هذه يعني قصه طويله شوي، يمكن ما يتسع البرنامج، لكن نجاوب باختصار. يعني انا سبحان الله نشات من الصغر، من نعمات الاظفار على ما يقولون، في حب الفروسيه. يمكن الغريب في الشيء انه يعني ما كان في عائلاتنا القريبه فرسان او محبين للخيل وايد، وهاي الشيء اللي كان يعني صعب المسألة أكثر، لأن كنت مضطر أني أعتمد على نفسي بشكل أكبر. عندي واحد من العائلة هو فارس في سباقات السرعة، من يعني مؤسسين نادي الفروسية، ولكن ما كان لي علاقة قريبة منه. فبدأت يعني الهواية من يوم كنت صغير، كنت مجرد أحب أنه حتى لو أشوف الخيل بس أروح الإسطبل، بس أشوف الخيل أكون قريب منها، لين الحمد لله تيسرت عقب ان ننميها، وبعدين يعني حاولت اني اطورها من مجرد هوايه لاحتراف. استاذ خالد، بما ان مجالاتك في الفروسيه كثيره مثل ما ذكرنا، شلون قدرت توافق من بينهم سواء سباقات القدره او قفز الحواجز وغيره؟ يعني في البدايه يمكن حب الخيل اللي جمع بين هذه الامور كلها. قفز الحواجز هذه رياضه يعني نبيله ورياضه قديمه، يمكن في الوطن العربي لها فترات تعتبر جديدة نسبيا مقارنة بالدول الثانية، لكن هي رياضة أولمبية قديمة. يعني في أولمبيات قبل الحرب العالمية الأولى كانت مدرجة رياضة قفز الحواجز في الأولمبيات. فهذه رياضة لها تاريخ، وكنت يعني أقرأ وأتابع البطولات، مع أن ذاك الوقت كان الوضع مو مثل الحين، السوشيال ميديا في كل مكان والناس تقدر تتابع بطولة في أوروبا وهي قاعدة عند التلفزيون ولا شيء، لكن هواية سبحان الله حسيت أنها انغرست فيني من البداية. الحمد لله. القدرة طبعا يعني بدأت في البحرين سنة 99، وكان نشاط جديد في رياضات الفروسية، وكنا يعني في وقتها في قمة الاندفاع حق الفروسية، فقلنا في البداية كانت تجربة، والتجربة الحمد لله توفقنا فيها وحاولنا أن نطورها، لين يعني كونت فريق كبير الحمد لله، والفريق يعني معروف بإنجازاته ومعروف. طيب أستاذ خالد، بخصوص سباقات قفز الحواجز، في كل جولة تتراوح الارتفاعات وتختلف، شو الارتفاعات اللي أنت شارك فيها؟ يعني في الوقت الحالي هي الرياضة مقسمة تقسيم من الاتحاد الدولي، بحيث أنه ما يكون في فارس مختص بارتفاع معين، هذه كلها تعتمد على الحصان اللي عندي، يعني المطلوب من البطولة نفسها، لأن احنا الحين حاليا نحاول ان نمارسها بشكل احترافي اكثر من هواية. ففي ارتفاعات احنا نشارك فيها يسمونها رانكينج كلاس في الفي اي، اللي يعني ناخذ منها نقاط على اساس ان نستفيد منها في التأهيل حق البطولات الكبيرة واللي تأهل حق بطولات العالم والأولمبيات وهاي المشوار. في بطولات ثانية اللي هي بطولات الجائزة الكبرى، اللي تكون ختام كل بطولة في المنطقة اللي احنا طبعا نمثلها اللي هي المجموعة السابعة. هذه تكون على علو 1.60 متر، وتكون خاصة يعني لها فنيات خاصة على اساس ان الفارس يقدر يجتازها ويقدر ينافس عليها. في بطولات ارتفاعات اعلى من 1.60 متر، اللي هي يعني يطلق عليها في مصطلح الخيل وقفز الحواجز البويسانز، اللي هي التصفيات كل العلو يخلص يعني مجموعة فرسان يقفزون، مثلا يبدون 1.40 متر، 1.50 متر، 1.60 متر، 1.70 متر وهو رايح. فالحمد لله ان احنا يعني نشارك في كل هذه البطولات، لكن التركيز طبعا على بطولات الجائزة الكبرى اللي هي تأهلنا حق البطولات الكبيرة دوليا. طيب استاذ، مثل ما نعرف ان انت تأهلت لبطولات خارج مملكة البحرين، شنو البطولات اللي ساعدتك انك تتأهل للبطولة العالمية؟
البطولات طبعا احنا عندنا هدف سنوي نبدا في المعسكر الاوروبي على اساس استعداد. الحمد لله توفقنا هناك وجمعنا بعض النقاط من الدوري الاوروبي السنه الماضيه على اساس ان نكون جاهزين حق الدوري العربي. الدوري العربي طبعا هو احنا بالنسبه لنا المجموعه السابعه، الدوري العربي هو المؤهل حق بطولات العالم اللي يكون نافذه اللي او الباب اللي نتاهل منه. فالحمد لله بديت في دوري دولة الإمارات، شاركت في بطولة أبوظبي في البداية، كنت حصلت على المركز الأول، وشاركت في بطولة الشارجة وكنت في المركز الثالث، وبعدين كان عندهم بطولة الشراع 4 نجوم. طبعا هذه بطولة كبيرة بالمسمى، كبيرة بالتصنيف اللي هو 4 نجوم وعالية كانت، وحاطين المقاييس اللي تكون معتمدة من الاتحاد الدولي الفروسية انه يعتمدها كتأهيل حق بطولة العالم. ومن خلالها الحمد لله يعني هو المطلوب في هذه البطولة ان الفارس يخلص الجولة الاولى بدون اخطاء عساس يتأهل. انا الحمد لله خلصت الاولى بدون اخطاء، تأهلت وخلصت الجولة الثانية وكنت في المركز الثالث على التصنيف العام الحمد لله. طيب استاذ خالد، هل ستشارك في البطولة القادمة العالمية؟ متى واين؟ إيه إن شاء الله بنكون من المشاركين، ونتمنى أن نمثل مملكة البحرين خير تمثيل. طبعاً في مشوار شوي قبلها، إحنا عندنا عدة استحقاقات وبطولات كبرى قبلها، ومن ضمنها يعني إذا تيسرت الأمور بطولة اللونجين جلوبال تور على أساس نكون مستعدين. بعدين عندنا في شهر 7 بتكون بطولة الدول الآسيوية في جاكرتا في إندونيسيا. بعدها بشهرين بالضبط إن شاء الله بتكون في سبتمبر 2018 بطولة العالم للألعاب الفروسية في نورث كارولاينا في أمريكا. طيب أستاذ خالد، ما هي أسعار الخيل التي تشارك في البطولات؟ يعني السؤال جدا وجيه، لأن هذه الرياضة يعني رياضة مكلفة جدا. فالخيل اللي تشارك في مستوى 1.60 متر بطولات الجائزة الكبرى هذه يعني غالية جدا جدا مكلفة، يعني يمكن أكثر من الأرقام اللي تصورها واحد اللي هو خارج الرياضة لو يسمع الأرقام هذه يمكن يستغرب، ولكن هذه رياضات الفروسية وقفز الحواجز، يعني الخيل اليوم بالملايين. طبعا يعني احنا نشارك بخيل مختلفة نوعا ما عن الخيل اللي يمتلكها بعض الأشخاص، ولكن الحمد لله أنه يعني الله مسهل وننافسهم بإذن الله. طيب هل أن كل ما ارتفع سعر الخيل يكون أفضل؟ وبرأيك أن سعر الخيل اللي أنت تمتلكه هل بيواصلك للفوز في هاي البطولة أو لا؟ والله يعني هو أكيد دائما إذا كان يعني الشيء زين سعره مرتفع. الخيل نفس الشيء، الخيل السعر يكون بناء على نتائجها السابقة، يكون على السلالة معينة، يكون على كم في رصيدها من يعني إنجازات في ميادين مختلفة، فالسعر دائما يكون مقترن بالجودة في خيل القفز. السعر العالي معناتها حصان ممتاز، السعر العادي معناتها بعد حصان جدا عادي، لكن قبل كل شيء توفيق رب العالمين. احنا الحمد لله قاعدين ننافس الخيل هذه اللي بمبالغ خياليه بخيلنا يعني العاديه نوعا ما. طيب استاذ، في الكثير من المشاركات والمؤسسات اللي تدعم هاي الرياضه او هاي المجال، هل في داعم بالمثل في المملكه؟ والله يعني انا بالنسبه لي كفارس امثل فريق قوات الدفاع البحرين اتلقى الدعم الحمد لله، يعني من هاي المنطلق احب يعني أوجه كلمة شكر وعرفان أبدأها في هرم الرياضة في البحرين جلالة الملك حفظه الله ورعاه، وبعدين سمو الشيخ ناصر بن حمد رئيس اللجنة الأولمبية، ومعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد القائد العام لقوات الدفاع البحرين، ومعالي رئيس هيئة الأركان ومعالي رئيس مساعد رئيس هيئة الأركان اللي يوجهون لي كل الدعم الحمد لله. يعني تكفي المعسكرات اللي أنا عسكرها والمدربين الحمد لله اللي احتكيت بهم، مدربين أسماء كبيرة في أوروبا اللي استفدت منهم لين وصلنا الحمد لله أن تعدينا مرحلة أن تكون مجرد ممارسة رياضة إلى كونها احتراف، والحمد لله يعني حققنا مراكز في عدة بطولات كبيرة في الوطن العربي وفي الدوري الأوروبي، ورفعنا علم مملكة البحرين في أكثر من محفل الحمد لله.
ولكن يعني السؤال جدا أشوفه مهم، لأن مشاركة القطاع الخاص بدعم الرياضة هذه يعني المفترض أنه يكون موجود على أساس أنه يساهم في تطوير الرياضة بشكل عام. في كثير من فرسان في البحرين يفتقرون للدعم اللي لو كان يعني موجود، أتوقع أنه في أكثر من اسم بيلمع في مجال قفز الحواجز، بس يعني أتمنى من القطاع الخاص أنه يكون يعني داعم رئيسي أسوة بالدول المجاورة والدول العالم الكبرى. دائما مجال الفروسية يكون مدعوم من القطاع الخاص، سواء بنوك سواء شركات سواء يعني مؤسسات، تكون داعم رئيسي في هذه الرياضة. وأنا أشوف أن يعني البطولات المحلية خاصة ممكن صقل المواهب فيها لو توفر لها الدعم من هذه الرعاة. طيب أستاذ خالد، ما هي الصعوبات اللي تواجهك في تحقيق حلمك بالفوز في بطولات العالم؟ والله يعني في كل رياضة وفي كل مجال في صعوبات وفي عقبات، لكن الواحد يحط يعني نصب عينيه النتيجة ويتوكل على الله. الصعوبات طبعا يعني أنا بواجه فرسان من كبار فرسان العالم في البداية، عندهم مثل ما يقولون مدربين الكبار الهورس باور اللي هو يعني أفضل الخيل في العالم، يمكن مقارنة بالجياد العدد الحالي في دول العالم كلها ترى عدد ضئيل الممتازة اللي ممكن أنها تفوز تحقق ميداليات كبيرة في هاي المجال. فإحنا نحاول بالخيل الموجودة عندنا، وانتو إن شاء الله نتمنى أن نتوفق بخيل أفضل منها، ان ننافس فرسان يعني طول حياتهم هم هذه الرياضه عندهم، بس هاي شغلهم الشاغل، افضل الخيل عندهم، افضل البطولات تقام على اراضيهم، يعني فرسان ما يوقفون، يمكن عندهم مشاركات اسبوعيه في بطولات على مستوى فئات الاربع نجوم والخمس نجوم، فهذه بروحها يعني عندهم خبره كبيره وعندهم خيل كبيره وعندهم شركات تدعم وعندهم. فاحنا نتمنى ان يعني بامكانياتنا ان ان شاء الله ننافس وان نحقق اللقب، مثل ما احنا نروح كل البطولات الكبيره اللي نشارك فيها حاليا. يعني لو فكرنا وايد في العقبات ممكن ان ما نشارك فيها اساسا، فاحنا نتمنى ان شويه نحاول ان نتعدى هذه العقبات بالعزيمه والاصرار، ان شاء الله قبل كل شيء توفيق من الله نحاول ان يعني نفوز بالبطوله. طيب استاذ خالد، بما ان عندك خبرة واسعة في مجال الفروسية، هل تخطط لإنشاء مدرسة تدريب تأهل فيها الفرسان للبطولات المحلية أو الدولية في المستقبل؟ والله يعني هذه أنا شيء من الأولويات اللي عندي، الخطة موجودة ودراسة الجدوى حتى موجودة، الشيء الوحيد يعني اللي يمكن مأجل الموضوع هو المكان الموقع بس. كل الأمور الباقية جاهزة، أنا لو أحصل الموقع الخطة كبيرة وخطة استراتيجية ومقاييس موجودة، وحتى يعني المفترض ان احنا نأهل فرسان على مستوى معين، بعدين نستقطب مدربين حتى كل فترة من الدول الأوروبية، وحتى انا طرحت الفكرة على مدربين في أوروبا على اساس ان اذا كان عندهم يعني رغبة في ان استقدامهم حق البحرين يعني حق فترات متقاطعة، كل فترة نستفيد من خبرة مدرسة معينة في مجال الفروسية، مرة المدرسة الأمريكية ومرة المدارس الأوروبية ومرة، يعني على أساس أن الفرسان يقدرون يجمعون من كل الخبرات هذه. أبدأ موافقة طبعا بحكم علاقتي الشخصية معهم، شرحت لهم الخطة اللي أنا يعني وضعتها، لكن ما زالت يعني في طور مجرد فكرة ودراسة، لأن ما حصلت الموقع المناسب. نعم حاليا يعني يمكن الموقع شيء صعب أن نلقاه، لكن إن شاء الله أنه بنحصل لين إحنا نلقى الموقع. أنا يعني حاليا حتى مستعد، وأنا مخبر الفرسان كلهم اللي أقدر يعني أتواصل معه ولا اللي أقدر أخدمه باللي أقدر عليه، طبعا أنا حاضر وفي الخدمة حق الشباب في الهدف. الهدف النهاية أن نرتقي بالرياضة في المملكة، يعني هاي الهدف الرئيسي. وإحنا نتمنى دائما نقول أن نشوف الفرسان البحرينيين في المحافل الدولية، ممكن يعني في بعضهم يحتاجون بعض الأمور اللي تساعدهم أن يوصلون في المستويات الدولية،
لكن احنا نتمنى انه في يعني خلال الفترات القادمه والقريبه ان شاء الله ان نقدر نخدم باللي يعني ممكن ان نسوي حق الرياضه. في الختام نحب نشكرك استاذ خالد على تواجدك معنا اليوم في الحلقه، متمنين لك دوام التوفيق والنجاح في البطولات القادمه. انا اللي اشكركم، ويعني كلمه حق لازم انها تقال. طبعا الدعم الاعلامي له دور كبير في انجاح كل الرياضات، وهذه يعني الاستضافة أنا أعتبرها يعني باب، أحب أن رسالة شكر نوجهها لكم، ونتمنى أن تستمرون في هاي العطاء بصراحة اللي يعني بيسهم إسهام كبير في الارتقاء بالرياضات الفروسية في البحرين. يعطيك العافية. الله يعني. كما نحب نشكر سباير ترافل لدعمهم هذه الحلقة.